هنا في محيط اللواء الثمانين لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص والمدافع. معارك كر وفر تدور في محيط اللواء بين الجيش الحر وقوات النظام المدعومة بميليشيات حزب الله اللبناني، والتي تحاول التقدم باتجاه اللواء، بيد أن الثوار يتصدون لكل محاولات الاقتحام، معرقلين سيطرة كاملة للنظام على اللواء. آخر الأخبار الواردة من هناك تفيد بأن الثوار دمروا دبابتين وعربة عسكرية وناقلة للجند، أدت لمقتل كل من كان بداخلها. اللواء صاير ساحة معنا، نحن بإمكاننا نقترب ونبرك في قلب اللواء، بس نحن عايفينه بشان النظام يتقدم لنا. امبارح تقدم حاول الفوت على اللواء 80 باب الرئيسي وفجر لنا دبابتين وأنتر مليان جنود. قوات النظام وبعد أن سيطرت على الطريق الواصلة بين معامل الدفاع ومطار حلب الدولي، وجهت رتلا عسكريا ضخما باتجاه اللواء 80 الذي يسيطر عليه الثوار منذ ما يقارب العام، ما دفع العديد من كتائب وألوية الجيش الحر للاستنفار، وذلك لإدراكهم لأهمية اللواء المكلف بحماية مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري. بإذن الله عز وجل رح نوصل كل القوات والقدرات والإمكانيات اللي موجودة عنا لصد هذا الهجوم حزب الله والعزة بدعم إيراني. وخسأت يا إيران وخسأت يا حزب الله أنه نخليك تمر إلا عجقات سادنا بإذن الله عز وجل. وليس ببعيد عن جبهة اللواء 80 تدور اشتباكات عنيفة في محيط مطار حلب وعند طريق حلب الرقة الدولي، حيث ادعى إعلام نظام سيطرته عليه، وهذا ما نفته تماما قيادة الأركان في لواء التوحيد. نحن على طريق حلب الرقة، وكما ادعى النظام أنه في جزء صغير من طريق الرقة حلب، ونحن نسيطر على الجهة الغربية كاملة الطرف الشمالي من المطار. هذه المعارك تأتي بالتزامن مع إعلان كبرى الفصائل العسكرية بحلب في بيان لها النفير العام والمشاركة في صد الهجمة الشرسة التي تشنها قوات النظام المدعومة بميليشيا حزب الله ولواء أبي الفضل العباس والحرس الثوري الإيراني على المحافظة.